الآن مشاهدينا إلى الأحوال الجوية والطقس. تستعرضها لنا ليلى في وقفة أخيرة من نشرة التاسعة. إليك ليلى. شكرا لكما، وننتقل لمتابعة أهم وآخر أنباء الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 34، الصغرى 24، الإسكندرية 30 23، مطروح 29 22، بورسعيد 30 22، الإسماعيلية 35 22. ننتقل إلى السويس 35-23، العريش 30-22، طابة 35-25، شرم الشيخ 38-28، الغردقة 38-28. أما في الأقصر فالعظمى 40، الصغرى 27، أسوان 41-28، الوادي الجديد 40-27، شلاتين 37-29، وأخيرا حلايب 34 والصغرى 28. الآن نستعرض معكم درجة الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. وأترككم الآن مع أبرز لقطة لليوم.